ولتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، لماذا هذا الإصرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على الاستخفاف بمشاعر العرب والمسلمين في قضية القدس؟ نعم، حياكم الله وتحية لمشاهديكم الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. ليست المرة الأولى التي تستخف بها الولايات المتحدة بمشاعر المسلمين في عموم الأرض، وما احتلالها الصريح للعراقي إلا جزء من هذا الاستخفاف، وتأتي هذه الخطوة اليوم مكملة لمشروعها في الشرق الأوسط الذي أعلنته منذ مدة. فهي القضية لا تتعلق بترامب، وإنما مشروع إدارات متعاقبة في هذه الدولة. لكن هذا القرار اليوم هو تصريح تصريح عملي لما كانت تتبعه من سياسات منذ مدة طويلة جدا للاحتلال والكيان الصهيوني بوقوفها معه ومساندته في جميع جرائمه. فهذه الخطوة اليوم هي مشاركة صريحة للاحتلال، وتتحمل الولايات المتحدة بهذا القرار جميع تبعات الاحتلال. التصدي للقرار الأمريكي حتى الآن لا يتعدى الموقف الشعبي، أين الرد العربي والإسلامي؟ يعني أولا طبعا حتى الجانب الشعبي لا يزال دون الطموح، لأنه وإن كان رأينا تظاهرات ومسيرات في عدة عواصم إسلامية تبشر بخير وتدلل على أن الأمة أمة جسد واحد، لكن لا تزال يعني كثير من الدول الإسلامية لم نرها تتحرك، ربما بسبب ضغط تلك الحكومات والدول. ومن هنا يكون الجواب أيضا على سؤالك، وهو واجب الحكومات. للأسف هنالك تقصير كبير جدا في هذه الحكومات التي لم تتخذ أو تتعامل مع هذا الأمر تعاملا جادا، ولم تتخذ أو تتعامل مع أوراق التي تمتلكها حيال هذا الأمر. لا يوجد هنالك ضغط على الولايات المتحدة لتجميد هذا الأمر أو جعلها تعدل عنه، وإنما نرى هذه الحكومات ربما هي تتماشى وتتساير مع ما يسمى بصفقة القرن، عدا طبعا ليس الجميع، هنالك بعض الحكومات كان لها موقف إيجابي بمساندة الشعوب واستنكار هذه الخطوة. هل تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أنها بهذا القرار تتصادم مع 1.5 مليار مسلم في العالم يرفضون هذه السياسة المهينة لهم ولمقدساتهم؟ سياسة الولايات المتحدة هي منذ مدة طويلة سياسة الاستهتار والاستخفاف في مشاعر الشعوب الأخرى وتفردها بالقرارات وعنجهيتها وامتلاكها القوة، وفي مدة من الزمان كانت هي الوحيدة المتفردة بالعالم، ربما جعلها تستهتر بكل ذلك ولا تلقي بالا. ولا سيما كما نرى وقلنا قبل قليل أنه ليس هنالك مواقف جادة من قبل الحكومات الإسلامية، فضلا عن المجتمع الدولي الآخر الذي وإن كان لم يتفق معها في هذا القرار، لكنه على الأقل سكت عنه، فهو بمثابة التأييد. دكتور، اليوم السفارة الأمريكية نقلت إلى القدس وتم الاعتراف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن القدس هي عاصمة للكيان الصهيوني المغتصب للأراضي الفلسطينية. على الصعيد العربي والإسلامي، ما الذي يجب فعله للوقوف بوجه هذه الحركة؟ يعني كما ذكرنا قبل قليل، لابد أولا على الحكومات أن تتخذ خطوات عملية للضغط في هذا الأمر، وأن تحترم هذه الحكومات مشاعر شعوبها، وثانيا أن تسمح هذه الحكومات لشعوبها بأن تعبر عن رأيها وتستنكر هذا الأمر. الواجب الأكبر على هذه الشعوب أن تتكاتف مع أبناء الشعبنا الفلسطيني مزيد من الاستنكار، مزيد باستخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على هذه الحكومات ولبيان رأيها الواضح والصريح. لكن الأهم من هذه المساندة التظاهرات والمواقف السياسية وغيرها، لابد أن يكون هنالك مساندة حقيقية بالمال لأهلنا في فلسطين الذين يواجهون دبابات الاحتلال ورصاص الاحتلال ونيران الاحتلال، يواجهونه بصدور عارية. هذا الشعب الفلسطيني
لا بد أن يشعر بأن الأمة الإسلامية من ورائه تسانده وتقف معه تشجيعا له وتثبيتا على موقعه حتى يتحقق له جميع حقوقه بإذن الله. مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.